دولة المكسيك في المملكة العربية السعودية إلى قاعة طويق، القاعة أو المدخل يسبق الدخول إلى منصة الملاك وممر الشداد وممر الصور التاريخية للإبل، وهناك بعد زملاء في لجنة العلاقات العامة واللجنة أو لجنة الاستقبال والوفود في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يشرحون له عن الصور وقصة هذه الصور. واليوم نتكلم عن الحديث عن إرث عظيم في هذا المهرجان العام. والله اليوم المهرجان ما أبالغ لك إذا قلت لك أنه أصبح قبلة السياح في حضورهم، لا سواء على مستوى الحضور والتفرج على الحلال في الميدان أو على المعارض الموجودة. احنا بنشوف اللقطات المباشرة الآن من وصول سفير دولة المكسيك في المملكة العربية السعودية، ونسمع الحديث الجانبي اللي ما بينه وبين لجنة علاقاتها. Yes. Of course. Here? What? Okay. In the middle of this. Okay. نرحب فيها. طبعا ما شاء الله اختياراته كانت جميلة جدا، اخذ الصور التذكارية.